إلى أخبار الفن والثقافة، والحديث اليوم سيتركز أكثر عن أغنية الراب في الجزائر. كل هذا طبعا سيكون مع الزميلة سمية شاهي. أهلا بكم، مرحبا. مساء الخير زميلي خلف، مساء الخير مشاهدينا الكرام في الموعد الثقافي والفني. إذا اليوم أغنية الراب حاضرة معنا اليوم بحضور عضوين من فرقة ديرتي سيز. إذا أهلا بكما بلاك وكينج، أهلا بكما. مساء الخير. مساء الخير عليكم، وكما نقولوا نشكركم على الضيافة هذه ونحيوا كاع الناس اللي عم يشوفوا فينا. شكرا، وراح نعود ايضا للضيوف تاعنا بعد قليل، لكن راح نبداو بالاخبار الثقافيه، والبدايه ستكون جوله عبر الصحافه اليوم، اين تحدثت عن رحيل احد قامات الفن الجزائريه المخرج والمجاهد عمار العسكري. نعم، اذا نشرت العديد من الصحف المحليه والدوليه خبر وفاه المخرج السينمائي عمار العسكري، مشيده بالاعمال السينمائيه التي قام بها وبالدور المهم الذي لعبه في إثراء الفن الجزائري. أهم ما جاء في الصحف يأتينا في هذا التقرير للزميلة هدى عزيرة. رحل عمار العسكري ليلحق بعظماء السينما الجزائرية الذين سبقوه ويترك نفس الفراغ الذي تركوه. رحيله كان موضوع عديد الصحف والمواقع الإخبارية المحلية والدولية، فجريدة ليبرتي الناطقة باللغة الفرنسية كتبت وبالبند العريض لسينياست ألجيريان عمار العسكري نيبلو، حيث تطرق صاحب المقال إلى المشوار الفني الثري للراحل مسلطا الضوء على أبرز أعماله السينمائية. صحيفة المجاهد بدورها خصت حيزا على صفحاتها للحديث عن فقيد السينما الجزائرية من خلال مقال جاء تحت عنوان ديسي تو رياليزاتور الجيريان عمار العسكري. أشاد كاتبه بالدور الذي لعبه المخرج الراحل، مؤكدا أن اسمه سيظل راسخا في سجل السينما الجزائرية. وفاة المخرج عمار العسكري هو العنوان الذي اختاره الموقع الإلكتروني لجريدة الخبر لنعي الراحل، مقال قال فيه صاحبه أن السينما الجزائرية تدين لعمار العسكري بالعديد من الأفلام المتميزة. ليس وحده القلم الجزائري من نعى عمار العسكري، وليست وحدها الصحف الجزائرية من نشرت خبر وفاته، فالموقع الإلكتروني المصري اليوم السابع نشر مقالا تحت عنوان وفاة المخرج الجزائري عمار العسكري عن عمر يناهز 73 عاما، جاء فيه أبرز المحطات الفنية للراحل. هو نفس العنوان الذي اختاره موقع فرانس 24 لنعي الراحل من خلال مقال وصف فيه عمار العسكري بأحد رواد صناعة السينما في الجزائر. رغم مرارة الرحيل وصعوبة الفراق، يبقى عزاء الفن الجزائري الوحيد هو الإرث الفني الكبير الذي تركه عمار العسكري. رحم الله مخرجنا وأسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى الصالون الوطني للباس التقليدي الذي كان في ضيافة القليعة. نعم، إذا تنظم دار الثقافة أحمد عروة بالقليعة الصالون الوطني الثالث للباس والعرس التقليدية الجزائرية، وذلك في الفترة المبتدأ ما بين 10 إلى 13 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدة ولايات تمثل عادات وتقاليد لمناطق معروفة بتراثها الثقافي. وتهدف التظاهرة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي وتثمينه، كما يأتي هذا الصالون في إطار إحياء شهر التراث المصادف للفترة الممتدة ما بين 18 أفريل إلى 18 ماي من كل سنة. إذا عودة لكم محمد وعبد الحق، أكيد اليوم سوف نتحدث على أغنية الراب. أنتم عضوين من فرقة ديرتي ساز. نعم، الفرقة تاعكم تأسست سنة 2009 بحوزتكما إلى غاية الآن ألبومين. بداية لو نتحدث أكثر على الفرقة.
الفرقة كما قلت تأسست في سنة 2009 2009 بون كانت اكزيستي ملافون بيان افون كان فيها محمد وفيفو وزاكي اللي نحيوهم ربما ما كانش كل اعضاء الفرقة نعم خاطش كان اعضاء فيفو بروديكتور دو جروب زاكي وانا عبد الحق ومحمد اون 2009 يعني تماك شغل تلاقينا كامل بس انا ما كنتش مومبر في الجروب كان كل ارتيست ديجا في الاول وحده في لاكارير تاعو سولو تلاقينا بوان ترافاي خدمنا يعني الخدمه جات مفاهمه سهله كان كلش كما يقولوا كلش مشى ديريكت مفاهمه بيناتنا وكونتم فرقه من اربعه اعضاء انا تما الالبوم جا في فان 2000 لو بريمير البوم تاع ديرتي ساس جا في فان 2009 ماشي الجروب تاسس في كيف يعني كانت الفرقه حتى تاسس الفرقه كانت بلا البوم كانوا يخدموا دي بروجي هكذا تو كانوا ثلاثه كنا كل واحد سولو كل واحد وكل واحد يعرف فوالا وكل واحد وين يسكن احنا ماشي ولاد حومه ولا هكا الوغ شغل كان فيفو بروديكتور افون كان يدير موسيقى ربما كان كل واحد عنده مهام خاص به فوالا عنده بس انتم عندكم بزاف اللي بديتوا لكن اليوم لما نتحدثوا عن اغنيه الراب في الجزائر كنت تسقسي اي واحد يقول لك دوبل كانو او سيتي ساز ربما حتى انتم بديتوا قبل سيتي ساز وعديد من الفنانين قبل سيتي ساز بون لا ميم بيريود لا ميم بيريود نقدر نقولوا احنا قبل تاسيس الفرقه قصدي فوالا تاسيس الفرقه من بعد جا تما كيما درنا ان اوبجيكتيف كي تلاقينا باش درنا ان اوبجيكتيف بلي لازم نديرو ان البوم يخرج يعني في السوق يتباع و مي بيان افون كانوا كيما موح خدم مع ام بي اس باغ اكزومبل كانوا بيان افون سيتي مع افافا انتيك كانت لي حاجه نشوفوا مهرجانات لما نشوفوا ربما المهرجانات هنا في الجزائر نشوفوا دوبل كانو نشوفوا الاخرين لكن ما نشوفوش دوبل كانو دارني ارمو ما ناش نشوفوا دوبل كانو لان يرمو لانه الان اصبح ضد النظام وهو الان يعيش خارج الجزائر مي احنا عندنا احنا هنايا عندنا كيما نقولوا عند كاين ان بروبليم مع هذا لو ستيل ميوزيكال بليش ولا يخافوه الراب ولا خاطش يقول لك لي رابور سي دي زارتيست اونجاجي الهضره تاعهم في الكلام وعلاش ربما انكم تعالجوا الواقع واقع يا برو المجتمع نعم الجزائري باسكو لو راب على باس خرج من ربما كارتي موبيل ربما يحسبوكم انكم ربما تغنوا اغاني ما تسمعش في العائله ولا في البيت كاين نوع من اغاني الراب اللي ما تسمعش واحد ما يكذبش باسكو احنا في الجزائر كي تقول راب اسمح لي الناس يخموا باللي راب الو الراب سي ان كولتور اللي هي في اوروبا ولا في امريكا سي اون كولتور كاين دي سونتر سبيسياليتي كولتور اي بوب كولتور اي بوب تكمل من الرقص بين كاين بزاف فئات في الغناء كاين الراب فيه ليغو تريب فيه ديرتي ساوند فيه الكرانك فيه يعني بزاف هنا في الجزائر تما تعودنا لا ماجوريتي دي رابور شغل يدير لك 60 غنيه سوجي واحد محمد او عبد الحق اقول في ذات السياق فقط يعني هل راك تشوف انه اغنيه الراب الان هل راهي تلقى اهتمام واقبال من طرف الجمهور مثل الاغاني الاخرى نعم في الطبوع المختلفه نقول لك بلايت ريفاليزي مع الراي مع نورمال وشنو الحاجه اللي خصتها سيك دوك الرابر مام لو كان يدير لي زالبوم انا نحكي لك تسمع علينا حاجه جوزناها نديروا لي ما نلقاوش الدوله ما توفر لكش وين كيما لا كاستيون اي بوزيت هذه وين نلاقي البوبليك تاعي دونك الارتيست بهذا الشيء يسترزق خاش لي زالبوم على بالنا بلي دوك لي زالبوم البيراطاج تاع الانترنت اي توك شغل صاصير ريان نقدروا نديروا لي زالبوم يسمعوا الناس زالبوم في اليوتيوب خلاص فوالا نقدروا نديروا لي زالبوم نولي معروف الناس يسمعوا خاصة انتم تقوموا بانتاجاتكم الخاصه بكم نعم. يعني عندكم حتى استوديو خاص نعم. بكم انتم برودكسيون 100% احنا لي كليب احنا فيفو يكومبوزي لا ميوزيك احنا نكتبوا ثاني احنا نديروا كلش نعم طيب تحصلتوا على الجائزه الثانيه في ميوزيك اوورد باغنيات فيفا لالجيري نعم نروحوا فقط نشاهدوا الكليب تاعها ونرجعوا فلنتابع ايضا فيفا لالجيري انا فيها لابول وين تروحي معايا
كاتبة وفيو نشطحو لا صومبا لي بلاصمو معاهم بارتو كاين باش نقابلو وفي المونديال نعاودو الهضرة في الماراكانا نحيلو المور فينا. إذا عبد الحق ومحمد كيفاش حتى توجتم بهذه الجائزة الثانية؟ هكا جاتها هكا مكتوب جاتها هكا ما كناش نستناو فيها حقيقة دخلت في الكلاسمون الناس فوطاو كما نقولوا ما من الخدمة تهضر على روحها كما يقولوا الناس. أنا حبيت نسقسي لكن ماشي على الجائزة، أنا حبيت نسقسي لأنه البداية تاعكم كانت قلنا باللي وين كنتوا تستخدموا ربما الكلمة اللي ما يقدروش يسمعها الناس في العائلة يتو، لكن بعد وقت وليتوا الآن بعد ما وليتوا معروفين وليتوا تستخدموا هذه الأغاني ربما على الفريق الوطني، لماذا هذا المنعرج؟ احنا عندنا بليزير ستيل نقدروا نديروا، عندنا احنا ما عندناش كما نقولوا حدود ليميت. لا لكن لو كان نروحوا نشوفوا كيفاش بديتوا وين راكم دوكا شوفوا بلي كاين منعرج. هي شوف كيما نقولوا نابورت كال ارتيست نابورت كال دون ما يقدرش يدير واش يحب هو وينبوزيها للناس. دوك انت حاجه تحبها شغل ما تقدرش تنبوزيها دار على الناس. كي تبدا كي تبدا في الديبي لازم تكون شيا كوميرسيال، لازم تنبوزي روحك دير دي سوجي اللي تقيس بهم الناس كساسوا ميم كيما حنا لي سوجي اللي بدينا بهم صح شغل ديرتي ساز على باس في لي ديبي كنا شغل ديرتي ساز فولكو كانوا يسمعونا في لي ديسكوتا كانوا يجوزوا الاغنى تاعنا يجوزوا في بصح في لي راديو كدا وني تي سونسوري بصح شغل هذا 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 هو اللي خلانا انا نبوزيو تعرفنا في الشارع حتى الناس ولاو يحضروا علينا غير بيوتيوب فيسبوك ودرنا البوز سير انترنت باش عرفوا الناس اذا حبيتوا باش يعرفكم الناس بيبليك فوالا بعدها باش تروحوا بعد بري باش باش الناس هو اللي يولي كيما خيروا الستيل اللي تحبوه انتم فوالا دوك الواحد كي يفوت خلاص كيما نقولوا يدير بلاصتو في هذا الاسمو يولي مام هو كي يدير حاجه ولا البيبليك هو يحوس من عنده. طيب الان محمد راكم خيرتوا الطابع الخاص بكم وشنو هما المواضيع اللي راكم تعالجوا فيها في الاغاني تاعكم ما دمتم خيرتوا طابع الخاص بكم؟ عندنا بليزر ستيل وشنو دوكا رانا عندنا مواضيع جدد ونحبوا حنا لا كرياسيون نحبوا نكريو حاجات جداد نكريو عفايس ما نداروش فوالا ماذا بينا نديروا حاجه جديده ماشي حاجه كل يوم الدوره كيقول لك هادو شكون الناس تسمع بزاف تكره. قلت لي قبل قليل في الكواليس ربما علشتوا اكثر مواضيع تدور حول الامل كاين كاين بلوزور سوجي كاين مي كومام ولي تلاتة نوتر فاصل حتى الواقع باش تريح توجور لا توج دو تيساس ماشي كيما كاع اللي قلت. اذا انتم نقدروا نقولوا باللي راكم ضد فكره هذوك المغنيين اما في الراب او في الطبع الاخرى اللي ينتقدوا النظام ويحكوا على المشاكل الاجتماعيه اللي يعيشها الجزائري. ماشي كونترهم يعني مانيش كونترهم كيما دوك قلت لي انت لطفي باغ اكزومبل لطفي بالك كان عنده مشكل مع حبيبنا هذاك وممكن كيصورت كاين ثاني اللي يحبوا البوز بس دوك مع اللي راهي الانترنت والسمارت فون والطرواجي وكذا كاين اللي بزاف يحوسوا على البوز تاع الانترنت كاين يتريتي تلقاه البوم كرابور واش كنا نهضروا حنا حبسنا لي رابور جينيرالمون في الجزائر حبسوا في ستيل هذا تاع يشكو بزاف تلقاه يدير لك البوم فيه 13 غنية كاع شكوى بدل تيتر تشوف غير الموسيقى تتبدل بصح بي بريسي لو ميم سوجي لو ميم فلو لا ميم انتربريتاسيون كنتو حبيتو تبدلو ومن جهة تعطو الامل ايضا فوالا دوك انا ندير البوم فيه دي شونسون كوميرسيال فيه دي شونسون كيما قلت يعالجوا المجتمع فيه بوليفارون باش كيما نقولوا الناس كاع تقدر تسمع ما نديروش الفئه معينه كيما نقولوا ندير انا البوم الفئه معينه تما هذوك اللي راهم كيما نقولوا حاصلين في مشاكل نقعد نحكي عليهم نسين نقيس كاع الشعب الجزائري وكاع واش كاين. طيب ربما تحطوا اكثر على مشواركم الفني انتم بحوزتكم البومين لحد الان وراكم بالتحضير الى اغنيه او اغاني جدد في الطريق. نعم عندنا دي سينجل عندنا دي تيتر انا موجدينهم كيما نقولوا مازال ما خرجوش وكان البوم ماشي البوم دي سينجل دي سينجل اغاني نعم عندي اغاني تاني اون سولو اني بريباري فيهم وكان تاني فيفو بريباري في البوم تاني في البوم تاعو في لي تيتر تاعو وكان تاني نوت بروجي مع
دانس فلور بلادي نحييهم بالمناسبه. ستيف ديو اكابيلا عندك دي جي يعني عادل. حن ديروا ان ديو معاهم. نعم درنا ديجا ان ديو خرجت خدمنا ثاني معاهم كومبيلاسيون هذه. عندك دي جي عادل وبروديكسيون اسمها ميوزيكال يعني راح يكون في ديوال وراح نقولوا ايضا نتحدثوا على كل هذه الاغاني بعد الاجنده. نعم سنذهب الى اجندتنا الثقافيه والفنيه والتي حضرتها لنا زميله هدى عزيره. من عاصمة الحماديين بجاية وبالفن السابع نبدأ جولتنا الثقافية والفنية، فمحبو الدراما والرومانسية على موعد مع فيلم فينتون ديكار بقاعة سينيماتيك هذا الأحد الثالث من شهر ماي على الساعة الثانية زوالا. نحط الرحال بشرق البلاد وبالتحديد بمدينة الصخر العتيق قسنطينة، فقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة يحتضن حفلا فنيا يحييه عدد من الفنانين من ولايتي البليدة وإليزي هذا الأحد الثالث من شهر ماي ابتداء من الساعة السادسة مساء. نعود إلى ولاية بجاية، فمحبو موسيقى الفلامينكو على موعد مع استعراض راقص من إحياء الفنانة الإسبانية ساغانيتو بالمسرح الجوي عبد الملك بوقرموح يوم الأحد الثالث من شهر ماي على الساعة السادسة والنصف مساء. نبقى دائما بساحل البحر الأبيض المتوسط، فجوهرة الشرق عنابة تدعو كل محبي أفلام الرعب لمشاهدة فيلم بابادوك بقاعة السينما الحجار يوم الاثنين الرابع من شهر ماي على الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة زوالا. نحط الرحال بعاصمة البلاد التي ستكون آخر محطة في جولتنا الثقافية لنهار اليوم، فالجمهور الصغير على موعد مع الفيلم الكرتوني أونغوت بقاعة ابن خلدون يوم الثلاثاء الخامس من شهر ماي على الساعة الواحدة زوالا. إذن بعد الأجندة الثقافية والفنية عودة لكم محمد وعبد الحق. يعني هل ترون الآن أنه من السهل مغني الراب يعني يصبح نجما في هذا العدد الهائل من المغنيين الصاعدين؟ اوكي انه كان انا نقدر نقول لك كان اللي يقدر يخرج اليوم ينجح غدوه، يعني لازم ربما لازم يفرض نفسه اكثر. فوالا لازم يمبوزي روحو لا كرياسيون هي الصح، باسكو لا خرج ايميتاسيون ولا يغني كيما هذاك وهذاك وهذاك الوغ الناس تبريفيري تسمع الاول لوريجينال. فوالا الوغ دوك الواحد او موان يفولي شويه يكري يخرج عفايز جديد ومو باش هكايا الناس تبرونشيلو وان شاء الله ربي يوفق جميع واحد. بصح انا حبيت نفهم الالبومات ما يتنباعوش الدورات ما كانش، لكن منين تجيبوا الدراهم نتوما؟ المهم حنا كيما حكينا في هذا السوجي من قبيل انا في الجزائر شغل قلت لك مازال ما داروا ان ستاتيو شغل الراب باش يولوا يديروا له ديسان، كاين هكذا دي بتيت سان بصح كيما نقولوا رابور مخيرين اكزيجيو لك شويه رابور مخيرين ويغنوا كيما يحبوا هما ما يغنوش كيما يحب هذاك الارتيست ما دونك صافي با دير انا كيما قلت لك هما تالمون كو كاين بزاف لي رابور يشكوا كذا كو الدوله دات نظره شغل بصفه عامه على هاد لو جور ميوزيكال. دونك حنا با اكزومبل من خلال الاغاني الاشهار. نعم تخدموا من خلال اغاني الاشهار. فوالا دونك ولينا بلي بوب نخدموا لي سبوت بيبليسيت هكذا نسترزقوا باسكو كيما نقولوا سينو ما تقدرش تسترزق بواش دير واش تحب واش تهوى. ما كاش كيفاه ميم ولا درنا زعما لي كونسير ولا هكا ولا درنا حفلات بريفي بريفي رارمو كاين مع الدوله بصح رارمو تلقى خطره في 3 سنين ولا ابار ولا معليش المشاهد بالك يستفسر وحب يتسال نقولوا ديروا حفله بريفي شحال تحسبوها تو ديبون وين تقدر تلحق تو ديبون تقدر تبدا من 5 تلحق حتى 30 مليون تمصد سا ديبون الحفله هذه سا ديبون الحفله سا ديبون وين سا ديبون لي سبونسور سا ديبون اذا كان فيها سبونسور تسمح يكون فيها مدخول اذا ما كانش فيها سبونسور تسمى يعني سا ديبون لكن الانسان هذا دارها بور ان بيان نقدروا نعاونوا احنا ثاني مي سي سيتي تسمى ان تريك دو كوميرس كيما نقولوا نخدموا بالطاريف تاعنا. نعم اكيد. وفي الاخير محمد اكيد راح نستمعوا الاغنيه اللي درتها ان سولو هذه المره ماشي مع الفرقه. والله يا ان كليب ان شاء الله راح نبريباري خلاص محمد حبيش يجبد روحه من الفرقه. نعم دوك كل واحد من داك يحب يدير الاسم تاعو اسمه
يحب يدير تما حاجه تاع لمسه يعطيها لمسه خاصه. حنا بيناتنا هكذا في الجروب لا صانو في بليزير احنا رانا كي خواك ما عندنا كل واحد من الناس هيدا كاين جوزوف دوطر ديميسيون يسقسونا يقولوا لنا كيفاش هذا شعلو انتو كيف كيف تما ما تسيباريتو ما يعني شغل ما انا قبل ما ولينا كومين فامي احنا بيناتنا ديجا كومين فامي ماشي تما ما بار الموسيقى نتلاقى ونقصروا ونخرجوا كيف كيف تما بار لا ميوزيك خلاص خلينا بلا نسمع تصدر محمد ايه كان هذه اللي حسبته يخرج في حل هذه استوار كما نقول كرييتها انا فيغتيال ماشي تما ايه تحكي على شاب يكون صغير ويدخل الموفمون على دوك نعطيكم شويه مقطع منها حسبته يخرج في حل هاي وتبي اخو اه ايش فالو يا بنت صغر قرينا كيف كيف عاقل فيلم البكري سقسي البكري يخمم وشاطر يحوس يفهم كيفاش يخرج كي يكبر كان بابه في كي يخزر يحط راسه ويقادر مريض وماشي قادر ما انبا قادر يهدر يشوف غير بعيني ويطلب ربي يصدر ويقول في قلبه ايه وليدي وش بطريقة تخير وقت الفرق نقرب وعليك نروح متحير شوفه وخلاه مشومة شومة مخلي كلش فستر فستر الحقنا اللي سي صابر بلا ما نخبي ونكر مازال تفكر في اشكال جوال بارو في الناس نسا كلش طواها هدي شمة ودفاها لقى الحالة ما تخلتش قلبها ناس تلالة خاص صحاب الرجلة والبراني فات عجلة في ضرح خسارة في عمره دار سكارة والناس تشوف فيه عيب قد في قلبه مارة يخرج بحلي شوف زمان وين الدار يحسده يخرج بحلي شكرا لك محمد. اذا بلاك واكينج من فرقه درتيسه شكرا لكم. شكرا بوكو يعطيكم على حسن الضيافه ونشكركم قايتيت نشكروا كاع الناس قد كدي يشوفوا فينا وان شاء الله كاين جديد ان شاء الله بروشان فوا ويعجبكم وحنا نتمنوا لكم كل توفيق. شكرا لكم. اذا مشاهدينا الكرام بهذه النغمات نختم اخبارنا الثقافيه والفنيه لنهار اليوم. مواعيد تجدد بكم لاحقا. عودة لك زميلي خلاص. شكرا لك سميه. شكرا لمحمد عبد الحق. ايضا شكرا لكما. اذا باخبار الثقافه نطوي ايضا نشرتنا لنهار اليوم وهذا تذكير لابرز ما جاء فيها من انباء.